تغير الوزاره اخباره ايه؟ اهو بنستمع اخبار متواتره. ما ايوه احنا منتظرين على فكره، احنا سلطتنا الدستوريه في الموضوع دوت ان يحال الينا المقترح بتاع تعديل الوزاري، ومجرد ما بيجي المجلس على فكره المجلس بيقر وبعد كده بيحلف اليمين من تم ترشيحه. انما لا، ايه السياق اللي انتم منتظرينه اليومين دول؟ هل اليوم ايام دي ولا لسه ولا انا ما اعرفش يعني، انما الاخبار المتواتره بتقول ان هو قد يكون خلال ايام قليله يعني. قد يكون خلال ايام قليله. لا تسرب بحاجه للمجلس؟ لا 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 لا، حتى لان لا بس انتوا في اجازه. احنا في اجازه. يعني هترجعوا؟ لو اقتضت الحاجه هندعو الى جلسه عاجله لاقرار هذا التعديل عشان نمشي الدنيا يعني. اقرار هذا التعديل وبعد كده يتمكن الوزراء الجدد من حلف اليمين يعني.